تم التسجيل والمساج في استديوهات أفراح العروسة. أقبلت شمس الفضاح على أقمار تدوم صفقوا يا أهل الفرح وقفوا للروضة. مرحبا يا أم تركي هلا يا أم البدو معدنات طلتك كلها سحر لنا ليلنا بالنور شاع وزاد النور نور والقمر من شافك عن مهمة استقال. التواصل على جوال أم تركي فيك تحتار جزلة الصقر من جمالك في وصفك وفي كل الخصال يا سليلة النشامة ووافي للشبو الرجال اللي يشيلون لحمة الثقال عن يمينك قمرة كأنها من أصلحه لابسة فستان فرحتها في أحلى الليال هي مرام المترفة جعلها دوم بسرور ما خذاها إلا من الشيوخ وقروم الرجال ربت الطرف المهاوي ولا فيها قصور الجديل اللي علمته أنها عتم الليال يا مرام الزين والخلق والطبع الوقوف كاملة يا بنت أبوها ولله الكمال قولوا ما شاء الله عليهن وسموا يا الحضور طارقات بالحلا بين ربة الجمال نسل حمران النواظر سلاطين العصور من مطير أهل المواقف ذر بين الفعال والختام الله يديك بالسعادة والسرور يا عسى الأفراح تبقى على مر الليال يا عسى الأفراح تبقى على مر الليال أقبلت شمس الفضاح ولا أقمر صفقوا يا أهل الفرح وقفوا لغى الغوار مرحبا يا أم تركي هلا يا أم البدور مع بناتك طلتك كلها سحر وجمال ليلنا بالنور شاع وزاد النور نور والقمر من شافك عن مهمة استقال أم تركي فيك تحتار جزلة الصدور في جمالك في وصوفك وفي كل الخصال يا سليلة النشامة ووافينا الشبو الرجال اللي يشيلون الأحمال الثقال عن يمينك قمرة كأنها من أصلحه لابسة فستان فرحتها في أحلى الليال هي مرام المترفة جعلها دوم بسرور ما خذاها إلا من الشيوخ وقروم الرجال ربت الطرف المهاوي ولا فيها قصور الجديد اللي علمته أنها عتم الليال يا مرام الزين والخلق والطبع الوقوف كاملة يا بنت أبوها ولله الكمال قولوا ما شاء الله عليهن وسموا يا الحضور طارقات بالحلا بين ربة الجمال نسل حمران النواظر سلاطين العصور من مطير أهل المواقف ذر بين الفعال والختام الله يديم السعادة والسرور يا عسى الأفراح تبقى على مر الليال يا عسى الأفراح تبقى على مر الليال قصائد وسحب الموسيقى هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021